السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على السليماني، وين يتفوق على بونجاح بالنقاط وبالضربة القاضية. انا تبان لي بلي في الكاميرون غادي يلعب اسلام سليماني مباراة تاع سك، غادي تبان لي بلي يلعب اسلام سليماني، وهذه ما لعبت تبقى عند المدرب. احنا المهم لي يلعب يكون مليح وصحيح، يكون جاهز وصحيح. لي يلعب مليح، لي يكون مليح يلعب. وهذه مباراة راهي تاع امه، على هذيك نقولوا يا جماعة لي يكون كي والو، لي يكون عيان ماشي نجم ولا يشوف روحو، يا خويا نهضر مع المدرب ماشي عيب. لا الشيخ راني كي والو، راني كي والو، ماشي ندخل نكون عبء على صحابي. انا كبي، انا التيت غير درت لكم كيما هكا تاع نقسم خوتي، بصح ضربك رانا نهضروا في الصح تاع بالماضي يستدعي ابن ماجر ما يمكنش. حنا نعاودوا نولوا نتكلموا على المنتخب، على ال 11 جوال اللي غادي يلعبوا. يكون كي والو خويا، راني كي والو، ماشي يدخل ويكبر صاب. عطوها لي في السما، يعطوها له في فيلر، يقولوا في السما، في السما يقولوا فيلر، يعطوها له ما بين الارض والسما، وفي السما يقولوا لا في الوسط، يعطوها له في الوسط يقولوا سونتيرا، يقولوا سونتيرا لازم البوله تخرج من تحت، من تحت التراب. عرفانيك وراو الناس ستاد، يعني ستاد راه شباب، الاجواء شابه، راهم هضروها الاجواء شابه، يعني ما كان لا حمى لا رطوبه، يعني كلش راه مليح. مام الكاميرونيين تاك حسب اللي بيتروح تلعب في الاخرى في كينيا، يا مام الكاميرونيين يلعبوا في احسن ملاعب في العالم، فانك ماذا بهم يسيبوا ستاد شباب؟ انت ما فهمناكم، بيحرسوا ستاد جهه، بيدوا يجيبوا لكم وامبلي، بيجيبوا لكم في افريقيا صاحبي بعدك وين تروح. مع ابقاء على الافضليه الاهداف المسجله خارج الديار في مباريات السد الافريقيه المؤهله لمونديال، سيكون من جيد ان يسجل المنتخب الجزائري في رحلته الى جابوما هدف او اكثر في برما. المنتخب الكاميروني سيكون قلب الهجوم الذي سيقترحه جباب الماضي لمباراة يوم 25 مارس من مارس الحالي أمام موعد مع التاريخ، وكل مؤشرات تصب في صالح إسلام سليماني، بالرغم من أن بغداد بنجاح عاد أو وين عاد يعني مؤخرا وين إلى التسجيل في مباراة حزينة لناديه الذي خرج من المنافسة الكاد، يعني كان يعول تلك الكار من منافسة كان يعول عليها لينهي موسمه بنجاح بعد التتويج باللقب الدوري قبل موعده. رغم يعني من دعم إسلام سليماني تواجده في البرتغال بهدف رائع، بهدف رائع وهدف رابع له في 329 دقيقة فقط لعبها، وهو الرقم الجيد للهداف الحقيقي مما جعله في فورما رائعة. فخلال آخر مباريات لناديه أمام يعني والمشارك وإشراك إسلام سليماني طوال 90 دقيقة، ما يعني قوة تحمله ولياقته العالية، وهو من فك عقدة وفك دفاع الفريق المحلي مكون من برازيليين وبرتغاليين بهدف من رأسية في الدقيقة 29، وطمأن فريقه الذي ما زال بعيد عن بورتو الرائد بفرق 6 نقاط وعلى بعد 10 مباريات على نهاية، ولكن المرتبة الثانية في البرتغال كافية يعني لرفقاء إسلام سليماني لمعاودة المشاركة في رابطة أبطال أوروبا والتي خرجوا منها هذا الموسم أمام مانشستر سيتي. والمعلوم أن سليماني في آخر موسم له مع سبورتينغ لشبونة كان قد سجل 27 هدف، من بينها 4 في شباك الحارس بورتو كاسياس. حنا المهم اللي يكون مليح يلعب، وانا راني نقول لكم نعاود، انا نشوف بلي اسلام سليماني هو اللي غادي يكون اساسي نهار الجمعه. شحال باقي؟ باقي وقيلا 7 ايام 6 ايام
اللي صح اليوم السبت الحد الاثنين ثلاث الحد الاثنين ثلاث على أربعة خميس الجمعة ست أيام تما نهار الجمعة ما نحسبوهاش باقي خمس أيام. ولم يعد يفصلنا عن مباراة السد الأولى في الكاميرون سوى عن خمسة أيام وهو توقيت ضيق من أجل إلحاق بغداد بونجاح بالمستوى سليماني الذي صار الوحيد المرشح ليلعب أساسي في مباراة جابوما والتي لا تحتاج فيها لأي فلسفة إلى أن يتحقق ركوب في القطار المعنوي. فلا أحد يثق الآن في اللعاب بغداد بونجاح ليكون حصان قاهر للمنتخب الكاميروني والآن الاعتماد على ولا الاعتماد على بنيطو أيضا مخاطرة لأن بنيطو وفريقه اتفق من اتفاق سقطوا في كأس الأمير أول من تاليا على الاثنين بثلاثية كاملة أمام الوكرة. فإن إسلام سليماني المدعم بخبرة سنوات ومعرفته للقارة السمراء والكاميرون على وجه الخصوص يعتبر أقرب ربما الوحيد ليكون رأس الحربة إلا إذ اختار جمال الماضي حل مهاجم وهمي على طريقة غوارديولا من خلال إشراك بالرحمة أو الناس أو غيرها دون بنجاح وسليماني. صعب الرحمة زعما ما يديرهاش ما يديرهاش زعما باش يلعب بربعة ثلاثة ثلاثة ما يديرهاش ما ينجمش يلعبها وما غادي يكون سليماني غادي يكون سليماني غادي يكون سليماني عاد لعب لعب لي راه مليح نقولوا بلي سليماني راه مليح في هذه الفتره هذه الفتره التاليه راه مليح يعني راه مليح نقولوا بلي راه مليح يلعبوا عليه ها يلعبوا عليه يفيزوا في راسه هو في زيلة في راسه راه وين اللي شبونا وين غيروا وين لونترينر تاعهم قالوا غيرنا الخطه بسبب اسلام سليماني وين قالوا يلعبوا على راسه واكشتو التاليه دو بيت اللي مركاهم كاع براسه فسما جايين وإسلام سليماني نهضروا الصح إسلام سليماني في الكاجا تاع لادفيرسير قتال يعني صورتو براسه ويزغد مليح والبنية الفيلوجية تاعه يعني ها يجي مليح هذا مكاش هذا شغل يدير ها مكاش هذا واحد قال لي ولد راك تقول إسلام سليماني ها ودي مكاش ها مكاش دير بنجاح دير بنيطو منشان عارفين كيفاش واش دير بنيطو نهار الاثنين اتفرج فيه شويه عاي اسلام سليماني راه مليح بين هادو ثلاثه اسلام سليماني مليح ينجم هو يقول لك انا ينجم باسلام سليماني يعاود يولي يرجع يلعب في الميليوتير يولي يخدم اسلام سليماني يخدم خدام واحد يهضر صح يعني يكونسي معلم على الادفيرسير عليك نقولوا بلي ودي ما يسقاوش نقولوا بلي ها انت واش غادي الله غالب هو جماعة هو واش يخدم ها ما خدمش هذه هما اللعابه اللي عندها حالا لك جاب حاجه جديده لك جاب الفوضيل حاجه واحده اخرى لك جاب الفوضيل هذه حيه واحده اخرى يمكن يجيب الفوضيل يمكن ما تجيبش تعرف شكاي واش مكاش خاطر القائمه ما خرجتش حنا عطاونا قائمه قلناها بصح من بعد قال لك يا ودي كاين تغييرات في القائمة هادي جا راوي راه يقول لي راه مصاب ادم الناس فانك الحق يعني يشوف يشوف مازال ما حنايا كاع الناس قائمة الهنودة راهم عارفينها كي داير ماشي قضية زعما حنا رانا عارفين كاع شكاين قائمة رانا عارفينها بلي قائمة يعني ما كاش زعما كنا راه وين ادم الناس وين يثير قلق كبير على بالك شي زعلة صور يا ودي صورتو في غودي راه مليحة أجواء يعني وين غادي تكون مليحة غادي تكون مصاب ما تنجمش تعرف حنا المهم المنتخب الوطني الجزائري اللي يكون مليح يلعب وصحي كاين مدرب غادي يشوف يشوف التحضيرات يشوف من يشوف غادي تكون مليحه كاين تحضيرات غادي يشوف وبعد
هو يعرف كيفاش يزربح، هو بالماضي يعرف كيفاش يزربح التشكيله تاعو، عارف الخطه، راه قاري الخطه، بالك خطه في راسو، التشكيله في راسو، كلش في راسك على الله، ما خلوها عنده.